مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي او في وسائل الاعلام. ان شاء الله مدام فضيله تو خليفي الناطقه الرسميه توضح لكم وتعطيكم اول حاجه الموضوع الحارق الاولي اللي هو معناتها فما معلومات جديه ومعطيات وتواردت على تهديدات كبيره تستهدف سياده رئيس الجمهوريه ومؤسسه الرئاسه. تفضل مدام فضيله باش توضح لكم المعلومات هذه. مرحبا بكم، مرحبا بجميع وسائل الإعلام الحاضرة معنا اليوم بمقر وزارة الداخلية التي دأبت على استضافة الإعلاميين لتقديم كل ما يستجد من المعطيات والمعلومات الأمنية التي تهم الأمن العام والأمن التونسي بدرجة أولى. نفيدكم اليوم بتواتر العديد من المعلومات المؤكدة على المصالح الأمنية لوزارة الداخلية، مفادها استهداف حياة السيد رئيس الجمهورية وسلامته وسلامة مؤسسة رئاسة الجمهورية. هي معلومات جدية وتقاطعت مصادرها وتعددت وارتفعت درجة الأخذ بها إلى مصاف حتى ما إعلام الرأي العام بذلك. معلومات مؤكدة ماسة بسلامة رئاسة الجمهورية. هذا الإعلام من خلالكم سوف يكون إعلام للعموم على هذه التهديدات ودرجة جديتها. هذا الإعلام جاء بعد الكشف عن هذه التهديدات وقد حتمت هذه المراحل التي تقدمت إليها المخططات والتي تجاوزت حد التصور والتخطيط والتوافق والتقارير في شأنها من طرف الأطراف الضالعة فيها إلى مرحلة أصبحت على قدر من الجدية تحتم كما ذكرنا الإعلام والإفادة عنها للرأي العام. التحريات لازالت متواصلة في هذا الاتجاه على اعتبار أنه يجب تجميع أكثر ما يمكن من التفاصيل بخصوص هذه التهديدات. هذه التهديدات الجدية تهدف لتقويض الأمن العام التونسي. المعلومات الموجودة والمتوفرة في شأن التهديدات المذكورة كانت محل عمل أمني دقيق ومجهودات أمنية اجتمعت من خلالها الخبرة والاقتدار والحيطة والتقصي في شأن جميع المخططات والأعمال الإجرامية المنضوية تحت طائلة القانون بهدف تهديد بطبيعة الأمن الوطني التونسي. العمل الأمني لا زال متواصلا كما ذكرنا، والشكر الجزيل لأبناء الوطن من المؤسسة الأمنية العاملين ليلا نهارا في هذا الشأن بهدف حماية الأمن الداخلي والخارجي لتونس. العمل الأمني لا زال متواصلا، نؤكد على ذلك، في اتجاه الكشف عن مخططات استهداف سلامة السيد رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة وجاري العمل للقضاء على هذا المخطط وتفكيكه والإحاطة بجميع مراحله التنفيذية الأولى. نحن اليوم جميعا هنا من أجل أمن تونس. وزارة الداخلية والمجهودات الأمنية مكرسة لحماية الأمن العام، أمن جميع التونسيين، أمن رئيس الجمهورية، أمن الشخصيات الرسمية، وأمن ممثلي البعثات الدبلوماسية، وأمن جميع من تطع قدمه التراب التونسي. كل هذا حتى ما استضافة الإعلاميين اليوم، حضور الإعلاميين بمقر وزارة الداخلية بشكل استثنائي حتمته الضرورة. الإعلام التونسي هو إعلام الأمانات الوطنية وسلامة الدولة والتراب الوطني. لذلك أكد السيد الوزير على ضرورة عقد هذه الندوة الصحفية بشكل استثنائي وبشكل عاجل. حضوركم اليوم قد حتمته ضرورة توفر مثل هذه المعطيات التي تم جمعها بطبيعة الحال في إطار احترام القانون وفي نطاق سلامة الإجراءات. نحن نجتمع الآن
وقد سبقنا السيد رئيس الجمهورية في مواكب مهيبة في الاحتفال بالذكرى 66 لعيد الجيش الوطني. يعني بالرغم من هذا الجمع وبالرغم من هذه المعطيات التي تقدمها وزارة الداخلية بشكل رسمي، فإن مؤسسة الجمهورية تعمل وتعمل على أحسن وجه وطبقا لما تقتضيه سلامة تونس والقوامين على حفظ النظام العام وسلامة الوطن التونسي بشكل عام. لأن الضرورة في عقد هذه النقطة الإعلامية حتمت أن نفيدكم. العفو، فلنواصل. في هذا الإطار نؤكد أن ليلة البارحة تم إحباط عملية إرهابية حاول من خلالها عنصر من الذئاب المنفردة القيام بها ضد التركيز الأمني أمام أحد المقرات الحساسة، وقد تم إحباطها والقبض على محاول منفذ العملية الإرهابية، وتم حجز أداة الجريمة والأبحاث متواصلة لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للكشف عن بقية ارتباطاته ومخططاته. هذا السياق العام للعمل الأمني والسياق العام للعمل لأبناء تونس الحريصين على حفظ أمن تونس وأمن وسلامة التراب الوطني. يهمنا في حضوركم المهيب اليوم والذي نشكركم عليه طبقا للأمانات التي أناطت بعهدتكم التذكير بأن الأمن هو مسؤولية الجميع، ومعا نحرص على أمن تونس مؤسسة أمنية ومواطن، والمواطن هنا يستوعب الجميع من ضمنهم وفي درجة أولى بالطبيعة معناها السادة الإعلاميين. نطمنكم أن وزارة الداخلية عيون ساهرة على أمن تونس وشعبها، وفي إطار قريب سوف أوضح لكم أنه في إطار قريب وليس ببعيد، وعلى إثر التعهد بمواصلة الأبحاث تبعاً لتعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بخصوص شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة للناشطين ضمن صلبة جمعية تحمل اسم نماء تونس من خلال رصد تدفقات مالية هامة بحسابها الجاري لا تتماشى ونشاطها المصرح به. بناء على التقارير الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي أفضت الأبحاث إلى إيقاف في مرحلة أولى عدد 3 أشخاص، وبإجراء عملية تفتيش لمقرات سكنهم ولمقر الجمعية أمكن حجز عديد من الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والوثائق المالية وكشوفات بنكية تؤكد تلقي الجمعية المذكورة تمويلات من الخارج. تم الإدراج لعديد الشخصيات في التفتيش، وتم استدعاء من هو له مقر معلوم وقانوني في تونس، ومن ضمن الشخصيات نذكر صاحب مسؤولية سياسية سابقا وأحد مؤسسي حزب سياسي تم الاحتفاظ به ونعلن ذلك أمام الجميع وعلى مسمع من النيابة العمومية وسلطة التحقيق. تم الاحتفاظ به بموجب إذن قضائي على ذمة الأبحاث، وهو يخضع كغيره من المشمولين بالأبحاث للإجراءات المذكورة، والاحتفاظ هو إجراء قانوني معلوم لدى الجميع في تونس. هو محل تتبعات وصهره كذلك، الذي أفادت في شأنه الأبحاث بأنه قد ظهر عليه علامات ثراء فاحش غير مبرر المصدر، وبالتالي ودون بيان مصادر الأموال المذكورة وتقدم الأبحاث في شأنه، فقد أفضت التتبعات لوجود وتعلق شبهة جدية به في خصوص تبييض الأموال، وذلك إلى جانب عدة شخصيات أخرى. وللعلم أن الشخص المذكور قد تحصن بالفرار، وهو محل تتبعات للضبط والإحضار ولجعله على ذمة الأبحاث والتحقيق. وقد أذنت النيابة العمومية في هذا الإطار بإدراج بالاحتفاظ بمن ثبت في شأنهم جدية في بعض التهم والشبهات المثارة، وهناك البعض الآخر تم إدراجهم بالتفتيش. الملف لا زال تحت إشراف القضاء،
والنيابة العمومية وشبهة ضلوع العديد من الشخصيات الأخرى في العديد من التهم مرجحة إلى درجة كبيرة، والنيابة العمومية لها صلاحية الإفادة في الموضوع من طرفها أو من طرف سلطة التحقيق المتعهدة بالبحث، ولا يمكن إعطاء تفاصيل أكثر حفاظا على سلامة سير الأبحاث والتزاما بسرية إجراءات التحقيق، ويمكن للقضاء المتعهد بالموضوع إعطاء التفاصيل والمعطيات المتاحة في هذا الموضوع إن تراءى لهم ذلك. نحن لا نتدخل في عمل القضاء. جميع التتبعات، وأشدد أنها كانت تنفيذا وتحت إشراف تعليمات النيابة العمومية وتطبيقا للمساواة لمساواة الجميع أمام القانون، مساواة الجميع أمام القانون وتطبيق القانون في حق الجميع. في هذا الإطار نأكد أنه ورغم انتساب أحد المحتفظ بهم على ذمة الأبحاث في قضية أخرى معروفة بقضية أنسالينغو، رغم انتمائه للمؤسسة الأمنية سابقا، فقد تم تطبيق القانون في شأنه وتنفيذ التعليمات عليه كغيره من المشمولين بالبحث، وقد تم إخضاعه للبحث مثله مثل من يشتبه به في أي أبحاث مفتوحة لدى سلطات البحث والتحقيق. تم الاحتفاظ به، كما أن التحقيق قد أصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن، مع العلم أنه تم التقدم في القضية المذكورة بناء على مستجدات، لأنه طرحت العديد من الاستفهامات حول قضية أنسالينغو، ما الجديد وماذا، والبحث قد فتح منذ مدة وكذا، على إثر توافر معطيات جديدة في القضية المتعلقة بشركة أنسالينغو. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 للإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة الأبحاث والتي بإجراء التحريات والسماعات اللازمة، وبعد استشارة النيابة العمومية المتعهدة بالموضوع تولت الاحتفاظ بعدد 9 أنفار وإدراج عدد 12 آخرين بالتفتيش، حيث بإحالة المحتفظ بهم على أنظارها قررت فتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي. وتم تعهيد السيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بذات المحكمة الذي أصدر بطاقات إيداع في شأن 6 من بين المحتفظ بهم، وإبقاء 3 في حالة صراح في انتظار استكمال بقية التحقيقات. هذه جملة من المعطيات والمستجدات كان لها من الأهمية القصوى أن نستدعو الإعلاميين ويقع إعلام وإنارة الرأي العام في شأنها، ونعول على اعتصام الجميع بالوحدة الوطنية وبسلامة الأمن الوطني التونسي. وشكرا. سامحوني نقطة إعلامية راهو هي راهي نقطة إعلامية ماهيش كونفيونس بريس فماش أسئلة. لحظة باش نزيد نوضح. بالنسبة لتهديدات سيادة رئيس الجمهورية، هي تم حسب المعلومات اللي تواترت وفما عندنا معطيات متقاطعة من عديد الجهات والهياكل الأمنية متاعنا، أكدت أنه فما نية ومش حتى نية مخطط لاستهداف في شخصه، مخطط لاستهدافه كشخص في شخصه أو المؤسسة ككل، مؤسسة الرئاسة ومحيطه. ما عاد ما نجمش
فيها أطراف داخلية وأطراف خارجية فيها. إن هو الموضوع. ما نجمش نعطيكم معطيات أخرى، هذا شنو نجم نعطوكم، فيها أطراف داخلية وخارجية ونحن لهم بالمرصاد. شوف المعلومات هذوما حبينا نعطيهمكم باش تشاركونا فيهم، باش المواطن يبدأ على علم بدقة المرحلة وخطورة. ما نجموش نعطوا توا معطيات لين شوف فما أبحاث جارية، فما معطيات سرية، فما معلومات. دونك هذا اللي في نجح يلزمنا نمدوكم به باش تعرفوا خطورة المرحلة، وأنه فما استهداف لتقويض الأمن الدولة، والمرحلة هذه معناتها فما ناس تحب تعمل البلبلة. كيفاش يعملوا البلبلة؟ باستهداف رأس الدولة. هذه واضح. نمشي نطمنوا المواطن، نطمنوا المواطنين، رانا نحن لهم شوف بيان سور المواطن ما دام المؤسسة الأمنية تخدم على روحها والمعطيات هذوما نحن عندنا، دونك راهو نطمنوا المواطن لأن احنا رانا معناتها فايقين بهم. ما دامنا عندنا المعطيات وعطيناهمكم معناتها رانا الشبكة هذه رانا فايقين بها نخدموا عليها. ما نجمش نعطيكم حتى معطيات أخرى، هذيك خدمة سرية بتاع مؤسسة أمنية. فما نقطة أخرى بالنسبة للعملية صارت البارح، عملية إرهابية، نمشي ونمر للموضوع الثاني. فما البارح صارت عملية نجم نعتبرها أنها هي عملية إرهابية، خاصة أنه تورط فيها شخص، هذا الشخص هو ذو سوابق عدلية، دخل السجن محكوم ب 17 سنة، خرج في 2021. السيد هذا تم دمغجته متطرف دينيا وخرج من السجن عنده معرفش من 2021 حسب تقريب، ويخطط لاستهداف الوحدات الأمنية. البارح حاول باش يعمل عملية إرهابية في وسط العاصمة أمام مؤسسة حساسة مع شارع حرية. التركيز الأمني الموجود غاديكا تصدى له، جرحوا زوز أمنيين وتم القبض عليه وسيطر عليه الشخص هذا، وحاليا على ذمة الأبحاث للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب. نمر الموضوع واحد آخر تم تداوله حول المتفجرات القاهم في جرجيس في البحر. المؤسسة العسكرية نشكرها اللي هي تمت إحالة معناتها الديوان القات 28 صفيحة هم 32 كيلو اشتبهت أنها تكون متفجرات مكتوب عليها تي ان تي في البحر في مقابل جرجيس، اشتبهوا فيها على أساس أنها متفجرات وخرج الأخبار حسب تقريب 16-17 جوان. تم إحالته للوحدات العسكرية اللي هي باش تثبت المادة هذية وتبين أنه وحداتنا زاد الشرطة الفنية والعلمية اللي هو زوز أكدوا مع الوحدات العسكرية نشكرها معناتها في أن احنا خاطر نخدموا في تناغم تام مع المؤسسة العسكرية وفي الفرصة باش ربي يعينهم، خاصة في عيد الجيش اليوم 24 جوان. نحن ما حبيناش راهو معناتها اللي نعملوها الندوة هذه كنا باش نخرجوا شوية نظرا للمعطيات معناتها اللي هي متأكدة خاصة للاستهداف سيادة رئيس الجمهورية، قلنا خلينا نعطوكم المعطيات هذه ونواصلوا الاحتفالات بعيد الجيش. دونك هذه ظهرت تبين أنها حسب التحاليل تبين أنها ماهيش متفجرات، تبين أنها كوكايين. فما موضوع آخر؟ مدام فضيلك فسرت لكم على جمعية نماء وشو الظروف بتاعها، كيف فما تفاصيل أخرى عند النيابة العمومية. ثلاثة أشخاص أوليا، ثلاثة أشخاص من الأول.